وال94.3 اف ام وعلى الغاديو ناسيونال بوانتيان. اليوم مع حاتم بن عمارة. شكرا يومكم سعيد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ومرحبا بكم في برنامجكم يوم سعيد. اليوم الخميس 22 جويلية 2021. جرائد رجعت للصدور بعد عطلة العيد، ولكن اللي وصل لنا إلى حد الآن 3 جرائد فقط، وأيضا وصلت للأستوديو بقية الفريق. بقية الفريق. صباح الخير قبل لباس، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. زملاء في الحافلة صباح الخير، أول مرة نشوف الشير هذا. صباح الخير حاتم بن عمار. عادة نقاك على يميني، هذاك علاش مريتك شراه؟ يسير على اليمين، نقل كرسي فارغ يسير، والكبر زاد يتدخل في الموضوع. ربي كبرنا في طاعته، قصر النظر وبرشا حاجات أخرى. لابس مرايتي الحمد لله. برا الجرائد عشولتي. جرائد اليوم، جرائد اليوم باش نبداوهم جريدة الشروق. قالت عن الحكومة الحالية إنها حكومة جنازات لا إنجازات، في رصيدها أكثر من 17 ألف وفاة وأكثر من 4 ملايين مصاب بالكورونا. والله ما عندي منظيف على العنوان هذا، يلخص الوضعية كلها. زي العنوان يخفف الشروق. 17 ألف، متصور أنت 17 ألف؟ قريب نوصل 18000. قريب 18800 فكر. ربي قدر الخير. وفي مقال آخر وتحت عنوان بين المشيشي وسعيد، تساءلت الشروق هل هي نقطة اللاعودة؟ تفضل يا الأصابع. اللاعودة وقتش كانت العودة هي؟ وقتش كانت عودة باش تولي اللاعودة؟ هي اللاعودة من أول ما بدأت، من أول ما بديت. والله تعرف شنية، شيء محزن. معناه أن نتمنى أنه تتحل المشاكل هذه كلها، خلي البلاد تقف على ساقيها، خاطر كان باش نكملوها كي ربي قدر الخير. احنا اللي قالوهنا معناها ويلزم نشتركوا في هذه العملية، قالونا رانا في حرب ضد الكورونا. صحيح هكا ولا لا؟ وشاركوا ويقفوا وعلم الكل، واللي شاهدناه والحمد لله معناها أنه السيد رئيس الحكومة في حرب بالمجد، السيد رئيس الجمهورية في حرب بالمجد، رئيس مجلس نواب الشعب في حرب، ومجلس نواب الشعب في حرب، في حرب بالمجد، كبير رئيس الأحزاب السياسية في حرب بالمجد. صحيح. أما ضد شكون؟ ضد الشعب. مش ضد الشعب، ضد كورونا. كل واحد يحارب وحده. ما همش متلاقين أنه حتى في كورونا حتى عباد تموت وعباد تمرض وعباد ما تنجمش تتنفس، ما نجموش يتجمعوا في حرب نواجهوا كورونا. يا خويا بعد ونصفيوا الحسابات، هذه كل يوم رانا نقولوا فيها حاجة. هذا متأكد معناها نقطة اللاعودة. النقطة ساعة ما نعرفهاش، اللاعودة هي اللي نعرفوها. أعطيني نقطة الانطلاق من نقطة من اللي زفر الأربيتر تقريبا، من اللي زفر الاربيتر. والله بالحق واحنا واحنا سايب شعري من شوشتك. كما تساءلت ايضا الشروق على خلفيه ان اكثر من نصف وزرائها لهم مهام مزدوجه، هل تصمد حكومه بالنيابه؟ هي حكومه بالنيابه بمعناه بامتياز. بامتياز بيه؟ الأخبار وعلى صفحاتها نقرأ هذا الأسبوع 6 وزراء صحة في عام واحد. 6 وصلنا. ارتفاع قياسي لقروض الاستهلاك. 6 وزراء صحة ولا واحد فيهم جاب فكرة؟ في عام برك رانا نعاني في الكورونا من عام بعد. فيهم اللي بالنيابة. هاي ولو نحب نقول خدموا اجتهدوا، هل أصابوا وإلا ما أصابوش، هذيك يبقى التقييم. أما بالحق التو منش نحاسب، نعتقد التو ما نحاسبوش، نعتقد اللي يلزمنا نقوموا به تجميع الناس الكل في هذه الحرب. الكل رانا مسؤولين على الحرب هذه، مواطنين وحكومة ورئاسة. كنا عندنا برسنتاج تاع خطأ. إيه الكل. يا سيدي مش توا وقت حساب، توا وقت حرب، هات نحاربوا نربحوا كورونا ومن بعد توا نقيموا ونتحاسبوا. ما اللي نحس فيه أنه فما طرحش كبر.
هذا يشكب على هذا والاخر يشكب على هذا، وفي نهاية الأمر تعرف شكون يربح في الطرح شكوبة هذه؟ شكون رابح؟ كورونا. كورونا. فتقت. كورينا. ارتفاع قياسي لقروض الاستهلاك. إيه كيفاش تحبوا يخلقوا؟ سي نورمال، سي نورمال راهو. كيفاش يخلقوا؟ شبيك راهو أسعار تتزاد بين عشية وضحاها ثم نسمعوا به من بعضنا معناها ما فماش. كانت قبل تتقال في الأخبار نتاع الثمانية صحيح ولا لا؟ صحيح. كانت تقال في أخبار الثمانية راهو تزيد في السكر، تزيد في الزيت، تزيد في الحليب، تزيد في كذا كذا. معناها تو ترقد وتقوم يزيد بالمرتين ثلاثة مرات في العام. التونسي مين عنده باش يمشي؟ وممنوع أنك تخدم خدمة أخرى باش تنجم تكفي وتنجم. هو حتى كان يخدم خدمة أخرى ما يخلطش. ما يخلطش. والله لا يخلط. هو يخدم خدمة أخرى ما يخلطش. والله لا يخلط. والزوز يخدموا في الدار وما يخلطوش. هاو ماشيين دي قروض للسلاك. 12% من وفيات كورونا في المنزل. هذه الرقم هذا مخطئ. ما يلقاش بلاصه في السبيطار، ما عندوش فلوس باش يداوي في الكلينيك، ما عندوش فلوس باش الكونسنتراتور. الكونسنتراتور يعاني المعاناه الزرقاء ويتوفى الله يرحمه في الدار. الله يرحمه في الدار. وكيف قل لي 12%؟ اذا كان نقولوا الى حد الان نحن نحسبوا يا سيدي ال 4000 اللي زادتنا وزاره الصحه الاسبوع الفارط، قالت 4000 مش مقيدين مع 18000 اللي وصلنا لهم توا حوالي 18، قولوا 22000 يا سيدي 20000 حاله وفاه. ال 12% نتاعهم عارفه قداش ما؟ قداش؟ 2400. لطيف. ماتوا في المنازل. يموتوا في ديارهم، ثم اللي فضل انه يموت في الدار. 2400 منذ بدايه الجائحه الى الان توفوا في المنزل. صحيح. والناس قاعده تلعب في طرح شكب. والله اعلم شنو الظروف. شكب على بعضها. اي اكيد. والاغلب الاغلب الاغلب اللي يموتوا في الدار عندك زوز اسباب، يا اما ما عندوش كما قال لك حاتم باش يمشي ويداوي، يا اما ماهوش لاقي بلاصه، يا اما يفضل انه يموت في داره. انت تعرف تلعب شكبه ولا لا؟ نعرف لا نعرف لصيز الكل. لا شكبه تعرف تلعب شكبه؟ لا الحق ما نعرفش. احسن شكبه يا عم ولعب شكبه كبيره هي بسبعه الحي. اي هذينا شك بسبعه الحي. في نهايه الامر حتى حد فيهم ما شك بسبعه الحي، شك بتكورونا بسبعه الحي. سبعه الحي ولصاز الكل كورونا هزت الكل. الله يقدر. ترحيل اجباري ل 1038 تونسيا من المانيا. مليون طن سنويا في المزابل، 560 مليارا كلفة تبذير المواد الغذائية وعقوبات صارمة ضد النزل والمطاعم السياحية. 63 رياضيا تونسيا في اولمبياد طوكيو. ربي العقوبات الصارمه هذيا بجاه ربي بجاه ربي. المشرعين يغيروا القانون. صحيح فما تجاوزات، صحيح بعض المطاعم ولا النزل السياحيه ولا المحلات التجاريه عندها تجاوزات في ما نعرفش في الصحه في شو اسمها في الاسعار، فما تجاوزات فما في النظافه في فما قرار يوجع القلب لانه مش مول المحلل باش يضر، لا لا كل العائلات اللي تخدم غاديك. قرارات الغلق اللي ياخذوا فيها راهي مش هي باش تحل المشكل، باش يعاود يحل ويعاود نفس الوضع بالضبط. اذا نغيروا التشريع ونخرجوا خطايا خطيره جدا اللي مش خليه خطايا ماليه تخليه يعاني فيها، وفي كل مره يتذكر باش يمشي يخلص في القباضه ويقسمها وكذا، فما عادش يعاود الخطا هذا. وش نحافظ وقتها؟ نحافظ على المحل قاعد يخدم وكل عباد قاعد تاكل في الخبز. صحيح. سهل راهو باش تاخذ القرار ويمضى من طرف الولايه هو القرار هذا، وتغلق محل ولا تغلق مطعم ولا تغلق حاجه. لكن الصعيب انه كيفاش نعوضوا لك العائلات اللي تسترزق من غاديك في هذا الوقت الخايب برشا. صحيح. نواصلوا مع جريده لو كوتيديان واش نختموا بعناوينها. وصفت ما حصل في اول ايام العيد بخصوص ايام التلقيح المفتوحه بالمعركه التاريخيه، وتوقفت عند تنديد المعارضه باقاله وزير الصحه واعتبارها عمليه مدبره. وفي مقال اخر قالت لو كوتيديان انها اقاله لانقاذ ماء الوجه. من بقاي مغابل ما خوذة ما تبقى في الذاكرة. المشكل الأساسي ما عالجناش لو المشكل الأساسي. كيفاش نغيروها استراتيجية وكيفاش نعملوا استراتيجية أخرى؟ إيش قعدنا نعملوا بعد البقاي هذه وبعد الجريمة؟ شكون يشكب على الآخر؟ وشكون باش يشكي بشكون؟ والقرار شكون باش نحملوه المسؤولية؟ وشكون باش نمسحوا في إيدينا في خصوص الخطأ هذا؟
والقرار شكون اخذاه والقرار شكون اخذاه وشكون عمل ولا وهو خرجوا له ورقه مراسله من رئيس ديوان وزير الصحه لرئيس ديوان وزير الداخليه على خاطر هشام مشيشي قال في باليش قعدنا لو شوفوا القشور يا ولدي مش وقته ماهوش وقته وقت حرب وقت نغير استراتيجيه نصلحوها. لو كوتيديان أشارت في موضوع آخر إلى عدم شراء عديد التونسيين لأضحية العيد بما مثل صفعة قوية للقشارة والمضاربين. حتى الفلاح مساكن اللي عام كامل يخدموا الدار وراه من غلاء الأسعار معناها من مليون فما فوق الكق معناها علوش من محترم من 850 وانت طالع علوش محترم علوش متوسط هكايا طابت من مليون توصل ل 700 دينار صغير كيف تذبحوا تقاها قطع كي تنحي الجلد ما تلقاش شيء قطع حرق ذهب خاصة اللي يسكنوا على الشط يقاو كب محرق يرحمنا كاو فبالتالي برشا ناس ما قدرتش وما شريتش وهو اللي يصير في بلادنا. نختموا بحوجة نقولوها ونعاودوا نقولوها يعيشكم يعيشكم حرب وكورونا الكل مع بعضكم نحيوا الخلافات متاعكم وترحش كوبا واحد يشكب على الاخر ومشيوا حرب وكورونا الكل مع بعضكم يدولي الفايل اللي عندنا الثغرة الكبيرة اللي عندنا واللي قاعدة تمر منها كورونا وقاعدة تقتلنا في العباد صابرة وقاعدة المرض متفشي بشكل كبير هو أنه كل واحد يحارب وحده وكل واحد في هذه الحرب مش يحارب في كورونا يحارب في الخصم متاعه ويحب يشكب على الخصم متاعه هو اللي باش نقوله طبعا عنده حتى علاقة باللي تحكي فيه أنت نعرف كل عادة معنا أما بالحق معنا احنا متفاهمين أدعو السياسيين أنهم يسمعوا غنية ساسوكي شنو؟ صور متحركة ذي اسمها ساسوكي غنيته مزيانة ياسر لا ما نجمش نغنيها صوتي غير صالح أما الكلمات متاعها قم ضع يدك بيدي قم نبني غدك وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي راي من أهم الغنيات اللي أحفظناها وإحنا صغار لليوم وإحنا قم ضع يدك في يدي ندعو السياسيين أنهم يسمعوا كان لازم يتفرجوا في الصور المتحرك حتى فيها برشا برشا طاقة إيجابية وبرشا دعوة لأنه الناس تتكاتل ولأنها تبني مستقبلها غدوة اللي ما تفرش في ساسوكي من جيلي من الجيل اللي قبلي واللي بعدي ضايعيت حتى حد ما حاجته بصابرة الهميسي أعطيها له مسؤولة مسؤولة بالنيابة بالنيابة وين تحبوا أنتم والله قم ضع يدك في يدي قم نفدي غدك وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي نقضي على الشرور وننشر السلام نحيا بمجد بحب ووئام هيا بنا يا رفاق هيا يا أصحاب ليمجدنا ونسيت تعال نبدد الصعاب ساعدك نساعد الجميع تفهموش ربي سبحانه وتعالى نمر إلى النغم الموت ربي صبر نغم وطني خلنا نمشي وبعد ما وفات الفقرة الخاصة بالأطفال اللي تأمنها بالنيابة صابرة الهميسي ساسوكي متاعنا نمشي للميتيو يلا